هل تعلم كيف تحمل ألعاب الكمبيوتر والإكس بوكس والبي اس 3 والبي اس بي مجانا من الانترنت؟ طيب تابع معنا أنا هذا الشرح حتى تتعرف على كل معلومات ما يخص تحميل الألعاب مجانا وتشتغل 100% من المصدر مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا الشرح الجديد من شروحات المواقع. اليوم سوف نأتي لكم بهذا الموقع الجميل، وهو موقع GameStorrent لتحميل الألعاب مجانا وتكون أصلية بنسختها الأصلية، لن تجدها في أي مواقع أخرى، إنها على شكل تورنت. كيف يعمل هذا الموقع؟ هذا الموقع يقوم بتحميل الألعاب على شكل تورنت. كل المواقع تربح. كيف يربح هذا الموقع؟ هذا الموقع يقوم بوضع إعلانات، بانرات إعلانية ليربح هو. نحن لا يهمنا إعلاناته البانرية، نحن ما يهمنا وهي كيفية الحصول على لعبة بي سي أو إكس بوكس إكس 360 أو بي إس 3 أو بي إس بي أو بي إس 2 أو حتى على نظام الماك أو الويندوز. نأتي إلى واجهة الموقع، رابط الموقع سوف أضعه لكم أسفل هذا الفيديو، ادخلوا إليه مباشرة. ستجدون هنا بي سي، ألعاب البي سي، ألعاب الإكس بوكس، ألعاب البي إس 3 أو البلاي ستيشن 3، البي إس بي المحمولة والبي إس 2 وعلى أجهزة الماك. الموقع يعمل باللغتين الإسبانية والإنجليزية، أنصحكم باللغة الإنجليزية. أولا لا تنسى بالدخول إلى قناتي والنقر على سبسكرايب ليصلك كل جديد القناة. القناة تهتم بمثل هذه المواقع. نواصل شرحنا للموقع المشهور. نأتي إلى بي سي، ننقر على كلمة بي سي، تظهر لنا صفحة الألعاب المتخصصة في البي سي. لاحظوا هذه ستارت، هذه هو الإعلان الذي يظهر لنا. نقوم بالنقر على كلاوز لإخراجه، يعني هذه هي الألعاب. نأتي إلى هنا فلتر، نأتي إلى هنا لاختيار، يمكننا هنا اختيار نوع الألعاب، إما أن تكون أكشن أو أدفانتر أو كونديكتور كونديكسيون أو ديبارت استراتيجي أوتروس الار بي جي وسيمولادور. من هنا نختار نوع اللغة، لغة الألعاب، يعني يتيح لنا حسب اللغة، يمكنك أن تختار اللعبة تحملها حسب اللغة، إما فرنسية أو إسبانية أو ألمانية أو برتغالية. في العموم نحن نختار اللغة الفرنسية أو الإنجليزية الأكثر شهرة، نختار اللغة الفرنسية. ولاحظوا كل هذه، مثل هذه اللعبة تحتها تجد اللغة الإسبانية الإنجليزية الفرنسية والإيطالية. هذه اللغة الإنجليزية، الإسبان، متعددة اللغات، تجدها بعدة لغات في اللعبة الواحدة فقط. لاحظوا هذه كلها ألعاب، وهناك العديد من الصفحات، 1 2 3، هناك العديد من الصفحات، يتيح لك العديد من طرق البحث. نحن سوف نذهب لاختيار مثلا ألعاب الأكشن مثلا على سبيل المثال، نعمل فلتر باللغة الفرنسية. هذه هي ألعاب الأكشن الموجودة، يعني آخر ألعاب وأشهرها. نختار مثلا على سبيل المثال هذه اللعبة مثلا، هناك العديد والعديد من الألعاب، ألعاب الأكشن، عدة صفحات. تختار اللعبة التي يعني تفيدك أنت. نختار لعبة ما لتكون هذه شرك تراكينج. يظهر لنا هذا الموقع
هذه الصفحة تظهر لنا، هذه الصفحة وهذه معلومات هي لعبة بي سي باللغة الإسبانية والإنجليزية والإيطالية والألمانية. لعبة هي لعبة استراتيجية و ار بي جي يعني قتالية، كريديت يعني دي في دي. بتأتي هي بنسخة الإيزو، إيزو فورما يعني، هي بنسخة إيزو فورما. حجمها حوالي 5 جيجا بايت. تم وضعها في 16/4/2017، يعني حوالي في هذا الشهر. نحن اليوم في الشهر في اليوم 20 أبريل 2017، لقد تم وضعها آخر نسخة منها، وهي محدثة ومكركبة كما نقول نحن. طيب هنا الديسكريبشن يعني أو ماذا تحتاج هذه اللعبة لكي تشتغل. على سبيل المثال تشتغل على ويندوز 7 8 و 10، 64 بيت مثلا، بروسيسور يجب أن يكون على الأقل. هذه هي لاميموار يجب أن تكون على الأقل 8 جيجا بايت. لا رام، جرافيك على الأقل 2 جيجا بايت حتى تشتغل بكفاءة وبكفاءة كبيرة. هذه معلومات تقرأها حتى إن كانت تتلائم مع جهاز كمبيوترك فحملها. انقر على ديسكراج تورنت، تظهر لك من الأسفل هذه أيقونة التورنت. لاحظوا أيقونة التورنت تظهر لك هنا، تنتظر فقط تحميلها. تم تحميلها مثلا من هنا، انقر عليها. انا بالنسبة الي افتح اشغل التورنت على واحمل كل العابي على متصفح طرش، ومتصفح جد جد رائع لانه فيه ميزة تحميل ملفات التورنت. هذه هي الملفات الموجودة، لاحظوا. ننقر على اوكي ليبدأ التحميل. نذهب إلى ملفاتنا، ملفات التورنت. لاحظوا هذه هي مثل هذه اللعبة، هي اللعبة الأولى. هذه هي شارك تراك داكس، هذه لعبة هي حوالي بقيمة بحجم 2 جيجا. اللعبة الثانية بحجم 5 جيجا بايت. هذه اللعبة هي تقريبا في 53% من التحميل. نأتي إلى الخصائص اللعبة، هذه اللعبة الثانية وهي شورت تراكينج كودكس. لاحظوا عدد الملفات، هذه هي كل الملفات الموجودة، كل الملفات الموجودة حوالي 4 ملفات. هنا يعطيك الاي بي تي في والمواقع التي يتم تحميل منها بسرعة كبيرة. تراكينج هنا أيضا للتتبع. هنا يمنحك معلومات التحميل، هنا يمكنك أن تختار هاي ثم سيف، يتم تحميل اللعبة بسرعة أكبر. نرجع إلى الموقع. بالنسبة لمن لديه إكس بوكس أيضا يدخل من هنا على ألعاب إكس بوكس، وبنفس الطريقة يختار من هنا نوع الألعاب. وهناك العديد والعديد من ألعاب الإكس بوكس جاهزة بجودة كبيرة. مثلا ندخل على الإكس بوكس بي اس دوميسيز، هذه لعبة قديمة نوعا ما، بي اس دوميسيز لكنها أصلية. فيفا دوميسيز، ندخل مثلا على كومبا رايدر، هذه اللعبة تم وضعها في 17/7/2016 وآخر تحديث لها يوم 17/7/2016. يعني نفس الشيء بالنسبة للبي اس بي اس بي.
او بلاي ستيشن، العب بلاي ستيشن 3، يعني تجد العديد والعديد من الالعاب، العاب ام بي، العاب بنفس الطريقة. ايضا يمكنك البحث عن كل الالعاب، مثلا ادفانتير، تبحث على العاب الادفانتير، تنقر هنا فقط ليأخذك الى العاب الادفانتير. نأتي مثلا جيتيا، تأتي هناك جيتيا، هنا العديد والعديد من، لاحظ الفيفا 2017، لعبة كرة قدم المشهورة. تأتي فقط إلى هنا ديسكراج تورنت ليتم تحميلها. هذه بحجم 8 جيجا بايت، يعني 8 جيجا بايت فيها أصلية، هي لعبة أصلية بكامل ميزاتها، لا ينقص منها أي شيء، بكامل خصائصها. تم وضعها في 19/2016 قبل دخول السنة الجديدة، وهي مهيئة لعام 2017 طبيعة الحال. كل المعلومات تجدونها في الموقع. لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب للقناة حتى يصلكم كل جديد، لكل جديد في المواقع تجدونه على قناتنا عبد الراي. انضم إلينا، ولكل استفساراتكم لا تنسوا بوضع تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، لايك للفيديو إن أعجبك. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الشرح القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.